Les nouvelles synthèses vocales arabes d'Apple sont désormais disponibles pour Siri et VoiceOver. À cette occasion, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode spécial de ma série Starvox, laquelle met en œuvre des synthèses vocales qui discutent entre elles. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edencast, déficience visuelle et autonomie. السلام عليكم. ما هي خططكم للأيام الأخيرة من شهر رمضان؟ وعليكم السلام. خطتي هي صيامه والصلاة والتلاوة والتوبة، وأيضا الاستمتاع بالأجواء الروحانية في هذه الأيام الأخيرة من الشهر الكريم. أنا أيضا وأود القيام ببعض الأعمال الخيرية وتطوعية خلال هذه الأيام الأخيرة من رمضان، وأن أتمتع بالأجواء الروحانية في هذا الشهر الكريم. أنا أيضاً وأريد أن أحضر بعض دروس دينية وتفاعل مع المجتمع المسلم في هذه الأيام الأخيرات من رمضان. أنا أيضاً وأحب الأجواء الخاصة في رمضان وعيد، وتطلع إلى الاحتفال بنهايته وتبادل التهاني مع الأصدقاء والعائلة. أنا أحب رمضان وتطلع إلى الاحتفال بنهايته وتبادل التهاني مع الأصدقاء والعائلة، وأيضاً للاستمتاع بالأطعمة اللذيذة في العيد القادم. نعم، لدينا 8 أيام متبقية للاستفادة من هذا الشهر الكريم، وأتمنى لكم جميعاً نهاية رمضان سعيدة، وأنا يتقبل الله منا جميعاً. دعونا نستغل هذه الأيام الأخيرة لتحقيق أهدافنا والتقرب من الله.